النجم المغربي عز الدين أناحي، مايسترو المنتخب المغربي في منتصف الملعب. النادي الملكي ريال مدريد يتابع النجم المغربي عز الدين أناحي خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني باللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. اليوم ذكرت صحيفة ماركا الأسبانية أن مسؤولي نادي ريال مدريد الأسباني النادي الملكي الكبير يتابعون وبقوة أداء عز الدين أناحي مع المنتخب المغربي خلال منافسات الكان التي تقام حاليا بالكوت ديفوار. وأكدت ذات الصحيفة أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يرى في أناحي مستقبل عظيم جدا وإضافة كبيرة جدا لمنتصف الملعب في النادي الملكي ريال مدريد. في سياق متصل، صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت بأن مسؤول نادي مارسيليا الفرنسي لا يمانعون تماما في التفريط في نجمهم المغربي عز الدين أناحي، ولكن بمبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو، وهو أقل تقدير يكافئ إمكانيات وقدرات الأسد الأطلسي عز الدين أناحي.